الله وفاتك السيد الله يتقبل إن شاء الله في الشهادة والصالحين. الحقيقة نقطتين دكتور غالي أثرتهم أثرهم أيضا الدكتور، يعني في أولا فيما يتعلق بالتوحد أو التجمل التعاون، خلنا نقول حتى إذا يعني كلمة توحد شوي كبيرة يعني، لكنها على فئات التيارات الموجودة في البحرين ما راح يتوحدون، لكن خلنا نقول تعاون على أساس يكونون في مشتركات يعني. هذه نقطة. النقطة الأخرى الحلول، السيناريو هذا الحلول، أنا ممكن أختلف مع الدكتور أبو علاء في أنه لا يمكن أو ما يوجد حل. أنا أقول لا، يعني بيصير حل، هو أكيد أنه حل، سواء قبلنا أو ما قبلنا واضح أن الأمور تذهب إلى ذاهبة إلى حل، ذاهبة إلى حل غير مرضي، أوكي مو مرضي، ذاهبة إلى حل مفزع، نعم مفزع، لكن الأمور ذاهبة إلى حل واضح جدا. الحلول هذه أقل من الأوراق اللي اتفقت عليها التيارات الموجودة داخل الساحة في البحرين، بكل تأكيد راح تكون واضح جدا أنها راح تكون أقل. الشارع شنو راح يصير فيه، هذا اللي المفروض أنه كيف نفكر في ما في كيف نتحرك بوجود هذه الحلول، بوجود هذه التسويات المجحفة. سيد أنا سألت دكتور سعيد سؤال، اسمح لي أسألك سؤال أيضا وتجيبني باختصار. حين أتيت قبل نحو 20 سنة هنا، ربما كنت تتصور أن تعود في فترة ما، الآن متى تتصور للعائدين أو لتصور للمتواجدين هنا العودة إلى في التسعين في تلك الفترة؟ يختلف الوضع، كان الشارع في البحرين على الأقل يعني البحرين تحت قيادة حقيقة، يعني في قيادة، في مرجعية، في مركز ترجع له. الآن ما في مركز، البحرين الوضع داخل البحرين مشتت، التيارات كلها قوية اللي في البحرين، جمعيات قوية، يعني الثوار على الأرض قوي، الطاغية أيضا ونظامه قوي، الكل قوي. البحرين لا يوجد لها مخرج إلا كسر رقاب يعني فئة معينة، تيار معين اللي هو الثوار، أو كسر رقبة الطاغية، أو كسر خشم الجمعيات، واحدة من الثلاث، ما أشوف فيه حلول. في التسعينات يعني كان الواحد ما يعتقد أنه بيرجع، يعني كان صعب جدا أنك تعتقد أنك بترجع، لأنه وصلت السلطة يعني الطاغية وصل إلى درجة أنه سيطر على الوضع سيطرة تامة، وما كانت هناك ما بقى إلا تناتيش. والآن اليوم لا، اليوم إمكانية حدوث ما هو غير متوقع، ما لم نناقشه الآن في هذه الجلسة موجود ومتوفر. تمام، شكرا سيد. هل تود اقتراح سؤال للدكتور؟ أنا ما أسأل الدكتور، يعني فلماذا لا نضع يدنا على الجرح ونعالج المسألة بصراحة ونتحدث بصراحة، يعني خيرا من أن اليوم نحمل نفتح جرحا داميا، خيرا من أن يبقى هذا الجرح يدمو ما يندمل. فيه مشكلة في البحرين اللي هو اللي تفضلت فيه، التوحد، الاجتماع على خطر، ما راح يصير. أين الخلل؟